أعاهد الله وأعاهدكم جميعاً لأنكم أنتم الأساس وأنتم. قرار تكليف رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للسيد سعد حميد كمبش قبل عدة أشهر بتسيير أمور ديوان الوقف السني لاقى مقبولية محلية ورضا جماهيريا واسعا، كيف لا وهو الرجل المعروف بنظافة اليد في كل المناصب التي تقلدها، معروف بوطنيته ونزاهته وتقديسه للعمل، كما أنه إداري على قدر المسؤولية، يمتلك سيرة ذاتية كانت له السند القوي والوسيط الرصين في اختياره لهذا المنصب دون غيره، كونه إداري قادر على مواجهة القضايا المتجذرة في نخاع الديوان منذ سنين كالفساد والمحسوبية وبيع المناصب في التعيين. حنكته ونظافته ونزاهته كانت الحزب والعشيرة والقوة والعزوة التي أوصلته إلى رئاسة ديوان الوقف السني، تكليف غير منقوص الصلاحيات لمستحق كامل المؤهلات، فارس امتطى صهوة العفة فعمت الأمانة ربوع الوقف السني، دخل من باب رئيس الحكومة ليخرج الفساد والمحسوبية والمتنفذين والسراق من نوافذ الشياطين، فبوصول كمبش ولا زمن بيع المناصب إلى حيث لا رجعة، وبيديه أسس أنصع علاقة تعاون للديوان مع المؤسسات القضائية، وبتكليفه منع الفاسدون من تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة، وبوصوله إلى رئاسة الديوان يدخل الديوان عهدا جديدا، كل أساطير الفساد التي كانت تعشعش على ديوان الوقف السني ها هو المكلف بتسيير أموره يكتب نهايتها بقلم العدل والحق والولاء والأمانة، رجل أقل ما يوصف به أنه أكبر من أي منصب وأصغر من عراق، هكذا يكون العراقي الأصيل، همه الأول والأخير الوطن، تكليف موفق ومكلف بقدر التكليف.